نسكن، شوفوا معايا كيفاش نحط الاسنان بتاعنا بطريقه صحيحه باش ما نسوسوش وما يمرضوش. بس الفك الفوقاني، الاسنان الفوقاني كيفاش نحطهم؟ نحطهم هكا، ننزلوا على الشيشه ونهبطوا، ما نطلعوش، نهبطوا برشا مرات بالطريقه هذه على الاسنان الكل. شفنا؟ ما نعملوش هكا، هكا بعد، هكا خلينا نسكن، وانا هكا نحط. الكل نحطهم هكا، من هنا كيف كيف نحطوا من الحم واحنا طالعين. وما نرجعوش نعملوا هكا ونعاود برشا مرات بالطريقه هذه، ومن بعد نجيو للسلوك نحطهم هكا. واضحه الطريقه؟ شكون اللي ما فهمش؟ انا فهمت. انا فهمت. يجي وريني كيفاش يحط اسنانه. ترى يجي كيفاش نحط الاسنان بتاعنا؟ فوق وحده وحده، فوق وحده وحده، ننزلوا ونهبطوا. ونقص نعملوا هكا ونطلع ما نعاودوش. باهي هكا غابت، ما عادش نعملوا هكا، لا يعمل هكا غابت سنيكم يفسدوا، لا يعمل هكا سنيه يفسدوا، ما عادش نحكوا هكا. واضحه الطريقه نتاعنا؟ الفوق نحكوه وحده ونهبطوا هكا، واللوطه نطلع فقط. باهي باهي. قلنا قداش يلزمنا نحكوا من مره اسناننا في النهار؟ ثلاث مرات. صحيح. المره الاولى وقتاش نحكوا؟ بعد ما ناكلوا، مش من دوب ما نقوموا. هذيك غلطة، واضحة؟ مش من دوب ما نقوموا نغسلوا وجوهنا ونحكوا أسناننا من بعد نفطروا ونخرجوا نقرا. يلزمنا نقوموا نغسلوا وجوهنا نفطروا ومن بعد نغسلوا أسناننا ومن بعد نخرجوا نقرا، واضحة؟ واضحة. وبعد المرة الثانية وقتاش؟ في نص النهار. كيف نفطروا فطور نص النهار؟ بعد ما نفطروا نحكوا أسناننا ونخرجوا، واضحة؟ وفي الليل بعد العشاء، بعد العشاء نحكوا اسناننا ونرقدوا، وما ناكلوش حلوى ومن بعد نرقدوا. كان باش ناكلوا حلوى ناكلوها ومن بعد نحكوا اسناننا، واضحه؟ باه. تو شكون منكم يورني الطريقه صحيحه؟ كيفاش نحكوا اسناننا؟ صحيح، قول لوبا. صحيح. ما نرجعوش، صحيح، اي صحيح. نعملوا هذوك. هذه الطريقه صحيحه، زميلتكم هاي تعرف طريقه صحيحه ولا لا؟ ننزلوا على عشيتها. باهي. والبروشيت نتاع الاسنان وقتاش نبدلوها؟ البروشيت نتاع الاسنان وقت اللي الشعرات نتاعها يتعوجوا، كيف راهو متعوجوا ولا هكا ما عادش تصلح هذيك، نقولوا البابا يبدلها لنا ولا ماما تبدلها لنا، واضحه؟ وقت اللي تعوج الاسنان اللي برام نتاعها هذوما يتعوجوا، البروشيت الاسنان كيف يتعوجوا الشعرات نتاعها هذوما نبدلوها. تو باش نشوف لكم اسنانكم، شكون اللي عنده زوز في اسنان وشكون اللي ما عندوش. نبداو بالصفحة الأولى في ساقي، خليك تحطها برشا في ساقي. سونيا حلفة مكان عرفت شكون هذاك؟ اهلا بهارون. اللي عنده شيء انت عرفتني ولا ما عرفتيش؟ انت ولد فاطمة؟ ايه. هذا دوس شو اسمك؟ هارون هارون هارون
اللي مش حط فيها. ولد نادي هذاك فمك حل. حل بابا فمك حل. ركز مع ستيلو. باش باش نكتبو كي نكتبو ستيلو نتاعك. حل فمك قال. شو اسمك انت؟ زكريا شنو؟ زكريا جوليت. وحدة أمها بالله كان حبت أمها معلمة وبيها أصدين أصدين ما تقراني بابا حتى عندك انت ما تحبش تموت ديما ناخذ فرشة أخرى جديدة ما نخليهاش مكسرة بيني عندك أربع صنفات هيا يا ماما يا مزيانة هيا يا بنتي عايش بنتي يا ربي عندها برشا سوسات عارفه هي اللي هي عندها عارفه روحك انت وانت علاش ما تحبش انت وياها انا يا باي البداية اللي عندها سوسه ليش تحكي روندو تو ديك زيرو كلها مزوفه فيها بس لنظف هذه انا بس رحمه هذه سام تمريقله قلت لها شنو اسمك ملك جلاسي هذيك كاريفي في دون ديفينيتيف. 1 سور 5 نحطها؟ ايه حتى 4 سور 5 عندها اون سور كاريفي دون ديفينيتيف معناها يلزمك الدواء. شو اسمها؟ شو اسمها؟ ما خليتنيش كيش نصورك راه. رحمة شاهد بالليلي شاهد بالليلي رونديفو ما هذه بنت سامية تخدم معنا لا لا سامية الأخرى سامية رقي
لا بأس ما عنديش. شوف هذوكم الزوز هاي. لا يجيك لين لهنا. هي لكن شفتي ولا الاخرى؟ علين دور منا خلي يشوفك عمي. انت شفتك انت. انت علاش ما زلت تبكي تو؟ ها؟ علاش خايف؟ اعطيني كلام. ما زلتش. ويا ما. رحمة هي روندي. ويا ما. كم تجيبوكم تو يرجع لكم غدوه رحمه ترجع لهم غدوه الاسماء اللي عاطينهم كتبناهم تو شيخ روندي تعطيهم اوراق نتاع مواعيد باش يجيبوهم الاولياء نتاعهم كل واحد تعطيه الموعد نتاعو هنا ما طلعت بالمدرسه يعطي تنظيف الاسنان الا وريتها لكم من بكري باهي شكرا هاي لك عدوى قول له شكرا هذيك نحبوا بها اسنانها ثلاث مرات في اليوم لا بعد وقت رقم واحد أول حاجة نعملها، رقم اثنين شنو بعد، رقم ثلاثة شنو بعد؟ لا بعد ولد؟ هاي عبد الله هارون خليها تعطيهم هو سكة ولا ممنوع الورقة نعطيوها للأولياء نعطيهم تاع سكة يذكروكم بالطريقة اللي وريتها من سعيدة ضيا ذاك تاع الروض شو ولد نادي انت يظهر مسكت والله يظهر جد ام عن يظهر عليه ولا تعليمه بروف تراس كاين في جنوب افريقيا كلات في اليعان مش كل ما بعد الواحد بالواحد لا لا خلي كم مصطفى ذي ساعة بالواحد بالواحد كلكم مشدوخ بالكل ناس كل بالسيارة شوفي شوف عبد الله يجي بزوف هذيك اعطيناها لك خليها عندك ما يسالش تروح بها للدار بالسياسه بالسياسه بعقلكم بالواحد بالواحد كل ما زي ما كل واحد كل واحد
طريقتك تنظيف الاسنان اللي وريتها لكم من بكري. باهي؟ شكرا. هاي لا بعد الوقت. تحية. تحية. هذيك نحطوا بها الاسنان 3 مرات في اليوم. لا بعد الوقت. أو رقم 1 أول حاجة نعرفها، رقم 2 شنو بعدها، رقم 3 شنو بعدها. لا بعد ولا هاي عدل هاي هارون الورقة نعطيوها للأولياء بتاعنا باش يورينا كيفاش نحطوها، يذكركم بالطريقة اللي وريتها لكم. لا لا خلي كامل الصف هذيا ساعة بالواحد بالواحد. ترجع بلاصه من غادي ترجع ليه اسمعني نرجعوا صحي صحي باش نعملوا هذوك. هذه طريقه صحيحه زميلتكم اللي تعرف طريقه صحيحه ولا لا؟ ننزلوا على عشيتك باش والفرشات نتاع الاسنان وقتاش نبدلوها الفرشات نتاع الاسنان؟ وقت اللي الشعرات نتاعها يتعوجوا كيف راهم متعوجوا ولا هكا ما عادش تصلح هذيك، نقولوا البابا يبدلها لنا ولا ماما تبدلها لنا، واضحة؟